طيب زي ما قلنا احنا عندنا الموقع بنبدأ ندخل عليه من خلال اللي هي الرسمة اللي احنا قلنا عليها ديت، بتعمل لانش للكورس بتاعك، بتبدأ تشوف الكونتنت بتاع الحاجة اللي انت هتدرسها. طيب احنا ان شاء الله النهاردة هنبدأ ناخد موديول واحد واتنين، يعني هناخد موديول اللي هو واحد ده واتنين ده. هنحاول كل محاضرة ان شاء الله ناخد تو شابترز من دول، بحيث ان احنا نحاول نخلص ال 17 موديول دولت تقريبا على ممكن نقول مثلا ايه 7 8 محاضرات كده. طيب لان الاول كان فيه بس 11 محاضرة في السمستر ده، فهم عملوا زي ستريتشنج كده للمحاضرات دي ويزودوها في موديولز زي ما احنا شايفين كده. طيب اول محاضرة ان شاء الله هنبدأ نتكلم النهاردة عن النتورك. طبعا هيبقى فيها مقدمة عن اصلا الشبكات. مبدئيا برضو كده الباور بوينت دي مش هتكون متاحة معاك، انت المفروض تذاكر من على الموقع. هو نفس الكلام مكتوب في الموقع بالظبط، بس دي خاصة بالانستراكتور فقط. طيب طبعا زي ما احنا عارفين ان النتورك اللي احنا بنستخدمها حاليا هي اصلا اللي هي ادتنا اللي احنا كلنا نقدر نتواصل مع بعض من خلال الشبكات. هي بقت حاجة عاملة دلوقتي زي الهواء اللي احنا بنتنفسه او الاكل اللي احنا بناكله، فطبعا مفيش اي حد دلوقتي يقدر يستغنى عن النيتورك في ايه في شتى مجالات الحياة الموجودة حوالينا يعني. طيب طبعا دلوقتي برضو ما عادش فيه باوندرز على الموضوع بتاع النيتورك، اي حد في اي مكان يقدر يوصل للشخص التاني، حتى لو مفيش اتصال بالكابل ممكن توصل من خلال وايرلس او ممكن توصل من خلال القمر الصناعي. وفي كمان حاجة جاية يعني مستقبلا اللي هو بتاعت ايلون ماسك، اللي هو هيبدأ يخلي النتورك كمان تقدر تشتغل عليها من الفضاء، يعني تقدر تسحب النتورك بتاعتك من الفضاء وتبدأ تتواصل برضو مع الناس والمواقع وكل حاجة من خلال السبيس نفسه. النتورك كومبوننتس اللي هي المكونات بتاعت اي نتورك في الدنيا لازم تكون في شوية حاجات كده انت بتستخدمها عشان تكون على الاقل سمول نتورك موجودة قدامك يعني. فبيقول لك هنا ان انت عندك الحاجات الاساسيه الموجوده، لازم يكون في كمبيوتر على الاقل، اللي هو يعني بيكون عندك كمبيوتر اللي هو الكلاينت بتاعك اللي انت هتبدا تكونكت بيه على الشبكه، ويكون عندك على الاقل برضه في سيرفر، والسيرفر ده هو اللي بي ايه هو اللي بيديك البيانات اللي انت المفروض هتاخدها منه. السيرفر ده انت بتستخدمه مثلا في الايميل سيرفيسز او في الويب سيرفيس او في الواي فاي فايل سيرفر. طيب ايه هو الايميل ده؟ طبعا انت بتستخدمه عشان تبعت ايميل لاي شخص وتستقبل عليه. موضوع الويب سيرفرز اللي هو انت بتبدا تدخل على المواقع بتاعتك من خلال البراوزر الموجود على الجهاز بتاعك. والفايل سيرفر ساعات بتتعامل مع سيرفرز عشان تبدا تنزل فايلز او تخزن فايلز زي مثلا الكلاود، حاجه شبه الكلاود كده. فطبعا الكومبوننتس بتاعتنا الاساسيه انت عندك كلاينت اللي هو الجهاز بتاعنا، وعندك السيرفر بتاعك، ولازم يكون في وصله بقى موصله ما بينك ما بين الكلاينت وما بين السيرفر من خلال طبعا الايه الايه اللي هو الانترنت. طبعا اللي بيدينا الانترنت دلوقتي في الوقت الحالي اللي هو السيرفيس بروفايدر اللي موجود زي مثلا شركه وي مثلا، ده اللي هو بيبدا يطلعنا على الانترنت. فاحنا بنتصل على شركه وي من خلال بقى التليفون بتاعنا او من خلال وايرلس او من خلال ليز لاين اللي هو سلك كده من الشركه للبيت او من الشركه لشركه تانية. فطبعا باختلاف الوصلات دي او باختلاف الاشكال بتاعه التوصيلات دي، فهو لازم هو المسؤول ان هو يطلع لك على الانترنت من خلال طبعا هو بيتعامل مع الكابل الرئيسي اللي جاي ايه من تحت البحر اصلا. طيب فدي الكومبوننتس او الحاجات الاساسيه اللي انت لازم تكون موجوده في النتورك. طيب ايه الشبكه اللي هي نشئت او اول شبكه اتولدت في العالم كله؟ طبعا اقل شبكه موجوده في الدنيا اللي هي حاجه اسمها بير تو بير. يعني ايه بير تو بير؟ يعني انت تقدر توصل جهاز بسيط بجهاز من خلال اللي هي السلك البسيط ده. يعني انت مش محتاج هنا لا سويتش ولا راوتر ولا اي حاجه. لو انت عندك جهازين اتنين عاوز توصلهم ببعض، فالمفروض ان الجهاز ده بيبقى فيه ان اي سي، والجهاز ده فيه ان اي سي اللي هو الجاك اللي بيدخل فيه الايه اللي بيدخل فيه السوكت بتاعنا. طيب الجاك ده اللي هو النيتورك انترفيس كارد اللي انت كنت تدخل فيه زمان، بتدخل فيه زمان السلك بتاع الايه بتاع اللي انت كنت بتجيبه من راوتر وتوصله عندك في الجهاز، لكن دلوقتي معظم الناس شغاله وايرلس يعني. طيب وتقدر برضو نفس الكلام توصل بقى الطبعه نفسها على اي جهاز فيهم،
وانت ممكن تستخدم الطابعه ديت عشان تطبع على الجهاز الاولاني او تطبع على الجهاز الثاني بدون اي مشكله، لان الاثنين دولت كونكتد ببعض. فانت لو بعت الامر مثلا من الجهاز ده او من الجهاز ده، فالامر كده كده هيروح للطابعه، لان اللاين ده متوصل بالجهاز ده، وكده كده الجهاز ده برضو متوصل، الجهاز ده متوصل بالجهاز ده من خلال ايه، من خلال السلك ده، والاثنين اصلا على بعض كلهم نتورك يعني. طيب انت لما وصلت معاهم طابعه بقى الثلاثه على بعض كانهم ايه، كانهم سمول نتورك كده بسيطه، انت ممكن تتعامل ايه، تتعامل من اي مكان فيه. طيب طبعا الموضوع ده ليه ادفانتج وديس ادفانتج. المميزات بتاعتنا ان هو ايزي تو سيت اب، يعني سهل جدا انك توصل سلكين ببعض من خلال الجهاز الاولاني والثاني والطابعه، وليس كومبلكس، مفيش تعقيد خالص، ولور كوست. طبعا مش مطلوب منك انك تشتري سويتش او تشتري راوتر عشان توصل الدنيا دي، تمام. وطبعا بيستخدم لسيمبل تاسك زي ترانسفيرنج فايلز وشيرنج برينتر. العيوب بتاعت ان هو نو سنتراليز ادمنستريشن، مفيش حد في النص كده بيتحكم في الايه، في الاجهزه الموجوده عندي دي. يعني لو في حصل فيلير مثلا في السلك ده او في السلك ده، فكده بقى عندي مشكله، كده ما قدرتش اوصل لايه، للوجهه اللي انا عاوز اوصل لها. و نوت از سكيور، مش برضو مش سكيور، لان مفيش اي كونفيجريشن انا عملتها على الجهازين دولت من خلال مثلا الراوتر ولا سويتش. و نوت سكالابل، برضو مش مسموح انك تزود عدد اجهزه كتير، هم اتنين بس، عشان كده سميناها بير تو بير. والستور بيرفورمانس، الاداء بتاعه ضعيف جدا برضو، ايه، لان مفيش حاجه تتحكم في السرعات بتاعه نقل الديتا من مكان لمكان اخر. فطبعا دي كانت مشكله ولازم يكون لها حل. طيب الاند ديفايسز، هيقول لك هنا ان في مفهوم اسمه اند ديفايس. الاند ديفايس ديت اللي هي الاجهزه اللي انت ايه، اللي انت بتبدا توصلها عندك في الشبكه. فبيقول لي هنا الاند ديفايس از وير مسج اوريجينيت فروم اور وير اتس ريسيفد. يعني الاند ديفايس ده هو اللي اصلا المفروض بيوصل رساله او بيستقبل رساله عندك في الشبكه. فالاند ديفايس ده اللي هو ايه، زي الراجل اللي قاعد على الجهاز ده، ده الجهاز بتاعك اللي هو الاند، اللي هو المفروض هيستقبل او هيرسل رسائل زي الجهاز ده مثلا. فالجهاز ده مثلا عاوز يبعت رساله، فبيبعتها من خلال السويتش ده، وهي تمشي هنا كده، وبعد كده تحصل لها روتينج في النص هنا كده، تعرف الطريق بتاعها من خلال الراوترز. طبعا لسه هنتكلم عن الراوترز بالتفصيل يعني، عشان تروح لشبكه ثانيه. طيب بكل بساطه كده ناخد برضو معلومه، لسه هناخد التفاصيل بتاعتها. الشبكه البسيطه ديت اللي هي موجوده عندي في مكان واحد او في مكتب واحد في الشركه مثلا، الشبكه دي بنسميها لان. ونفرض انت عندك برضو اوضه ثانيه فيها برضو ايه، فيها لان بالشكل ده كده، دي شبكه برضو لان. يعني لان يعني شبكه كل الاجهزه متوصله بايه، في نفس المكان الموجود عندي. طيب لو انت عاوز توصل بقى الشبكتين دول المختلفين دول ببعض، فانت محتاج راوتر. طيب لو انت محتاج راوتر واحد، يبقى انت هتوصل مثلا بين اوضه واوضه، والاثنين دولت لازم يكونوا قريبين من بعض برضو، عشان ايه، تقدر تحط راوتر في النص وتوصلهم ما بين بعض. طيب لو انت هتوصل مثلا شركه بشركه تانية خالص، فانت محتاج يكون عندك حاجه في النص كده، او يكون موجود عندك في النص اكتر من راوتر، عشان يقدر ياخد الرسائل من مكان يبعتها لمكان تاني، بحيث انك تمشي على اكتر من راوتر، لان المسافات اللي هو بيمشيها ديت، فبياخد فيها بيبقى فيها كيلومترز مثلا، او بيبقى فيها ايه، او ممكن توصل للعالم كله من خلال الجزء اللي هو في النص ده اللي هو انترنت ورك ده. فطبعا ده مش اربعه راوتر بس، ده ممكن يكون عدد لا نهائي من راوترز، عشان يقدر يوصل اللان دي للان دي. لو دي مثلا موجوده في شركه ودي موجوده في شركه تانية، او دي موجوده في دوله ودي موجوده في دوله تانية، تمام. او لو انت موجود في نفس الشركه بس عندك اللان دي مختلفه عن اللان دي، وعاوز توصل الاثنين ببعض، فانت برضو مضطر انك ايه، تستخدم راوترز في النص عشان تقدر توصل الايه، الشبكتين ببعض. انترميدياري نتورك ديفايسز، اللي هي الحاجات الخاصه بقى بالايه، اللي مسؤوله عن نقل المسؤول عن الشبكه نفسها ونقل البيانات دي. طيب مين مين الجماعه دول؟ اللي هي بقى الراوتر والسويتش وحاجه اسمها مالتي لاير سويتش. المالتي لاير سويتش ده بيشتغل راوتر وسويتش في نفس الوقت، او الفاير رول ابلاينس والراوتر واللان سويتش العادي جدا، والوايرلس الراوتر اللي هو شبه الراوتر اللي عندنا في البيت. طيب فده اللي هي الايه، دي هي الاجهزه اللي احنا بنحتاجها في اي شبكه في الدنيا عشان تقدر توصلنا من مكان لمكان تاني. لو انت طبعا موجود في نفس المكان لان بس، فانت محتاج سويتش فقط لغير. لو انت عاوز توصل لان بلان تانية مختلفة، فانت محتاج يكون في راوتر، ماشي. ده لو انت قريب يعني وعاوز توصلها بسلك. لو انت مش عاوز توصلها بسلك، انت ممكن تستخدم الراوتر اللي هو الوايرلس راوتر، ماشي.
لو انت عاوز تستخدم السويتش وراوتر في جهاز واحد انت ممكن تشتري المالتي لاير سويتش ده، ولو انت عاوز تزود السكيورتي بتاعتك على الاجهزه الموجوده عندك او اللانز او الوانز الموجوده عندك، فانت مضطر تشتري مثلا فاير وول وتحط عليه الكونفيجريشن الخاصه اللي انت عاوز تشتغل عليه. طيب طبعا عشان تتكلم في نتورك لازم تعرف ايه انواع اصلا نتورك ميديا. نتورك ميديا بدات بالكوبر كابلز او الكوبر كابل ده اللي هو حاجه كده شبيهه ايه للاشكال دي، كان تقريبا خلينا نشوف الانواع الموجوده دي عندنا ميتال وايرز وذين كاب، دي كانت بتستخدم الكتريكال امبالسز اللي هي كده حاجه كده معموله من السلوك اللي احنا شايفينها ديت، حاجه شبه السلوك اللي احنا شايفينها ديت ماشي، بس ايه كان بيمشي فيها كانت بتبعت اشارات كهربيه كده في السلوك ديت عشان تقدر توصل الانترنت بتاعتك، او الفايبر اوبتيك وده المشهور قوي دلوقتي، وبدا البنيه التحتيه بتاعت اي دوله دلوقتي تتجه ان هي تغير السلوك بتاعت اللي موجوده حاليا، يعني اللي هي الفايبر ده بيبقى عباره عن جلاس، بيبقى عباره عن ازاز وبيبقى متغلف بطبقه بلاستيكيه وبيمشي جوه الازاز ده الضوء، والضوء ده بينعكس او بينكسر بطريقه معينه بحيث ان هو يوصل من البدايه للنهايه او من الستارت تو ذا اند، طبعا بايه بالانكسار تقريبا، كنت واخدين حاجه زي كده في ايه في الثانويه العامه. والوايرلس ترانسميشن اللي هو ايه اللي هو الاجهزه اصلا دلوقتي ما بقتش محتاجه ان انت توصل سلوك خالص، انت تقدر تكونكت على الراوتر او الراوتر بتاعك يعني اللي هو وايرلس يعني، فتقدر تكونكت عليه من غير ما توصل باي كابلات. طيب الكوبري العادي اللي هو السلك بتاعنا الطبيعي اللي هو بيبقى فيه 8 سلوك، اللي هو بتبدا يا يعني مثلا اللي هو الشيل تويست بير اللي هو بيبقى فيه كل اتنين ملويين على بعض كده، وانت بتبدا مثلا تركبها في شكل ايه اللي هو الجاك اللي انت شايفه ده كده من خلال القراجه بتاعتك يعني، وده اللي احنا كنا برضو بنستخدمه زمان، لكن دلوقتي بقى ايه بقى فيه وايرلس، الناس كلها معتمده تقريبا دلوقتي على الوايرلس. النتورك ريبريزنتيشن هيتكلم عن ال NIC، طبعا ال NIC ده حاجه اساسيه في اي جهاز موجود عندك، محدش يقول لي مثلا ان الموبايل بتاعي عشان بيكونكت على الانترنت فهو ما فيهوش NIC، لا هو فيه NIC بس ال NIC الاستراكشر بتاعها او الشكل بتاعها مختلف عن ال NIC بتاع اللابتوب، بس لازم يكون فيها NIC موجوده في البورده بتاعته او موجوده في البورده بتاعه الجهاز الموجود معاك يعني، ولازم يكون فيه فيزيكال بورد لو انت عاوز توصل بقى توصل بسلوك يعني، فلازم يكون فيزيكال بورت تقدر توصل عليها اللي هي الان اي سي نفسها، لازم يكون لها بورت نمبر وحاجات من دي تمام. الان ديفايسز تاني كده باختصار الموضوع ديت مجموعه الان ديفايسز اللي انت ممكن تستخدمها عندك في النتورك، زي الديسكتوب بتاعنا زي التليفون زي اللابتوب زي الوايرلس تابلت مثلا والتلفزيون، وعندنا البرنتر الانترميديير ديفايسز اللي هي الاجهزه المستخدمه عشان تنقل الرسائل بتاعتنا او نقدر نستخدمها عشان نتعامل في اي نتورك. ونتورك ميديا مقسمه الى 3 اجزاء اللي هو الوايرلس ميديا واللان ميديا اللي هو الثمان سلوك اللي احنا عارفينهم، والوان ميديا الوان ديت بالمناسبه ان هي بتوصل اكتر من لان ببعض، اللي هي مثلا عاوزه توصل شركه موجوده في القاهره بشركه موجوده في اسكندريه مثلا، فده بيبقى شكل الايه شكل الواير اللي بيستخدم عشان يوصل ايه يوصل الاجهزه دي ببعض، وده بالمناسبه برضو لازم يكون مضطر ان هو يستخدم راوتر ايه عشان يشتغل معاه. طيب في نوعين اتنين من التوبولوجي، في حاجه اسمها الفيزيكال توبولوجي وفي حاجه اسمها اللوجيكال توبولوجي. الفيزيكال توبولوجي دي حاجه مهمه جدا، لما تيجي مثلا حضرتك تبقى نتورك ادمنستريتور وتيجي تبدا تشتغل في شركه مثلا، مطلوب منك انك تكون عارف في الشركه دي هي متقسمه ازاي، الاجهزه بتاعتها متقسمه ازاي والسويتش متركبه ازاي والاجهزه متركبه بعضها ازاي، فلازم يكون في تصور جاي على الاقل لكل دور للشركه او للشركه كلها بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده، فنفترض ان ده ايه ان ده الدور بتاعنا او المكتب اللي احنا شغالين فيه يعني، او الشركه اللي احنا شغالين فيها الدور كامل متوصل بالشكل ده كده، لازم يكون معاك التصور ده موجود معاك ولازم انت تكون حافظه كويس عشان لما يحصل مشكله مثلا في جهاز فيقول لك ان في فيلير في جهاز معين فانت تعرف انت رايح فين بالظبط، فما تبقاش تايه، فلازم تكون عارف حاجه زي كده. وطبعا لو دخلت شركه وما لقيتش الاستراكشر ده موجود او ما لقيتش الفيزيكال توبولوجي دي موجوده، فانت مضطر انك ايه انك انت اللي تكريت الايه الفيزيكال توبولوجي، انت اللي تبدا ترسمها وتبقى عارف دي متوصله ازاي ودي متوصله ازاي ودي متوصله ازاي
عشان لما تيجي تحصل مشكله في حته معينه تعرف على الاقل تبقى عارف انت هتبدا منين، ما تبقاش عارف كده ايه، ما تبقاش ماشي كده وخلاص. فديت الفيزيكال توبولوجي، ان هو بيوضح كل راوتر وكل سويتش وكل جهاز موجود فين ومتوصل ازاي على الاجهزه الموجوده عندي. اللوجيكال توبولوجي ان هو بقى الايه الدياجرام اللي بيوضح بقى الايه الانترفيسز الموجوده بقى. يعني مثلا عندي راوتر ده متوصل على السلك بتاعه، ده متوصل على اي انترفيس عندي في الراوتر، فالانترفيس دي رقم بتاعها الجيجا مثلا واحد على زيرو، ماشي. طيب الانترفيس بتاعه السويتش ده اللي هي الانترفيس بتاعتها كام؟ برضو جيجا مثلا زيرو على واحد. طيب هو السويتش ده عشان يتوصل على السيرفر ده متوصل على اي انترفيس؟ فانت مثلا ايه تبقى عارف رقم الانترفيس بتاعنا او رقم البورت بتاعنا اللي موجود على الجهاز. طيب هو الجهاز ده الاي بي بتاعه ايه؟ فلازم تكون عارف برضو الاي بيهات بتاعه الاجهزه الموجوده اللي هو الاند ديفايس لازم تكون موجوده عندي. فده لازم ده ليه اي بي وده ليه اي بي وده ليه اي بي، فالاجهزه دي كلها ليها اي بيز موجوده عندك. هي دي الايه ده اللوجيكال توبولوجي، فلازم تكون عارف ايه الاي بيهات اللي موجوده عندك في الايه في الشبكه كلها اجمع. اما في الفيزيكال توبولوجي لازم بس تكون عارف المكان بتاع تركيب الاجهزه دي ومتوصله ازاي. صوت واضح كده يا جماعه ولا في مشكله؟ تمام واضح. طيب الكومن تايبس اوف نتورك، في انواع طبعا للنتورك. ممكن يكون في سمول هوم كده انت عامله في البيت، موصل مثلا جهاز لابتوب او جهاز بي سي موصله مثلا بالتلفزيون اللي هي سمارت السمارت تلفزيونز الموجوده دلوقتي، يعني موصلها مثلا بسماعه موجوده عندك. وطبعا الموضوع اتطور دلوقتي على فكره، وبقى ان في دلوقتي كمان سمارت هومز موجوده في مصر بالفعل. سمارت هومز ديت يعني انت عندك مثلا التكييف وعندك البوتاجاز وعندك السخان وعندك كل جهاز موجود عندك في البيت بيبقى ليه اي بي وبيبدا يكونكت على الانترنت. طبعا عشان تكونكت على الانترنت لازم يكون معاك اي بي مفعل وشغال، ولازم يكون يونيك، مفيش حد معاه الاي بي ده الا الجهاز ده، تمام. طيب فده سمول هوم، لو حد عاوز يشتغل على الهوم بس كده يوصل شويه اجهزه ببعض. سو ده عباره عن اكزامبل كده مثلا لمكتب، فانت عندك كذا جهاز موجود عندك في المكتب وايه الاجهزه دي متوصله ببعض كلام كده بسيطه يعني. وعندك الميديم اللارج اللي انت موصل شركه كامله ببعض من خلال طبقات، يعني انت عندك الدور الاول والثاني والثالث والرابع موصل كل الايه كل الاجهزه دي ببعض من خلال الايه من خلال طبعا اسلاك ومن خلال سويتشز ومن خلال راوترز، وده بيسميها الميديم لارج او الورلد وايد اللي هو النتورك الانترنت اللي موجوده حاليا، ان العالم كله دلوقتي متوصل ببعض عن طريق الايه عن طريق الكابلز اللي بتمشي تحت الايه تحت البحر المتوسط. طيب ايه الفرق بين اللانز والوانز؟ اللانز دي زي ما اتفقنا ان هي لو انت موجود في مكان واحد موجود في اوضه وعاوز توصل اجهزه ببعض فدي لان، او لو انت موجود في البيت وموصل الجهاز بتاعك والشبكه والتلفزيون بتاعك والجهاز بتاع زوجتك والجهاز بتاع اولادك فديت لان برضو مع بعضها. طيب امتى يبقى مفهوم اللان بقى يبقى مفهوم اسمه وان؟ اسمه وان امتى؟ لما توصل يعني لما توصل كذا لان ببعض، يعني شبكه مختلفه مثلا، او لو احنا خدنا مثال مثلا على شركه كده، القسم بتاع مثلا المبيعات والقسم بتاع الصيانه مثلا. طبعا القسم ده بيبقى ليه لان خاصه بيه اللي هو بتاع المبيعات، والقسم بتاع الصيانه ليه لان خاصه بيه. طيب انا عاوز بقى اعمل تواصل بسيط كده ما بين الايه ما بين القسمين دول، فلازم يكون في راوتر في النص لان ديت شبكه ودي شبكه، فعشان اوصل الاثنين دول ببعض فانا هوصلهم من خلال ايه من خلال الوان، تمام. فديت الشبكه دي على بعضها كده اللي هي الوان اللان دي اللي على اليمين واللان اللي على الشمال ووصلتهم بعض دي بقى اسمها وان، تمام. طيب اللي هي الوايد اريا نتورك، السايز اوف اريا كفرت، طبعا ده بياخد بقى فيها الاعتبار للحاجات الموجوده دي، ان يعني انت عندك المساحه بتاعتك هي اللي بتحكمك عشان تقول مثلا دي لان او وان. ونمبر اوف يوزرز كونكتد، انت بتشوف ايه الاجهزه المتوصله عندك. فلو خدنا المثال بتاع الشبكه الموجوده عندنا دي، ديت الهوم اوفيس ديت اللي هي المكتب بتاعنا يعني، فانا موصل مثلا الجهاز وموصل بالطبعه وموصله مثلا على تابلت، والجهاز والتابلت ده متوصل بالوايرلس من خلال الراوتر ايه راوتر الوايرلس ده. الجزء ده على بعضه كده اسمه ايه؟ اسمه لان، ماشي. والجزء ده على بعضه اسمه لان برضه، تمام. والجزء ده برضه على بعضه اسمه لان، وانا عشان اقدر اوصل الثلاثه دول ببعض فانا مستخدم ايه مستخدم راوترز. يعني هنا ادي راوتر اهوت بانترفيس متوصله هنا كده، وادي راوتر ده واخد الانترفيس بتاعته، وادي راوتر ده واخد الانترفيس بتاعته، وده متوصل برضه كله على كلاود مثلا. فدي بقى اللي اسمه ايه ده اللي اسمه وان. الجزء ده اللي اسمه ايه هو اسم الوان. ليه سمينا الوان؟
عشان ده وصل التلاتة لينز دول ببعض. فدلوقتي كأنك بالظبط ايه، كأنك عملت دول كأنهم في مكان واحد من خلال الايه، من خلال الوصلة اللي احنا وصلناها في النص دي. ماشي كده؟ طيب هنا هوت ده مثال برضو على اللان. لو انت عندك سيرفر وعاوز توصل اكتر من جهاز على السيرفر ده، طبعا زي ما قلنا لو انت عندك جهازين اتنين بس، يعني عندك بي سي وبي سي مثلا، وانت عاوز توصل الاثنين دول ببعض، فخلاص انا هوصلهم بير تو بير، يعني هوصل الاثنين دول ببعض وخلاص. طيب انت دلوقتي عندك مثلا اربع اجهزه، هل ينفع توصل اربع اجهزه دول بسلك واحد؟ لا ما ينفعش. انا عاوز اوصل البي سي بتاعي، وعاوز اوصل اللي هو الامبلي اللي هو موظف مثلا واحد وموظف اثنين، وعندي التليفون بتاعي كمان عاوز اوصلهم كلهم على السيرفر ده. ماشي؟ فلازم محتاج بقى ايه؟ محتاج سويتش. السويتش ده عامل زي المشترك كده يا شباب، عامل زي المشترك بتاع الكهرباء بالظبط. المشترك بتاع الكهرباء ده انا محتاج دلوقتي ما عنديش الا مكان واحد بس ابدا احط فيه الفيشه بتاعتي. طيب انا دلوقتي عاوز اشغل التلفزيون، وعاوز اشغل مروحه، وعاوز اشغل مكوه مثلا، الثلاثه دول مع بعض، فانا محتاج سواد دلوقتي ايه؟ محتاج مشترك. فالمشترك في الحاله دي هو السويتش. طيب هو نفس الفكره هنا بالظبط، انا ما اقدرش اوصل على السيرفر ده الا الجهاز ده لوحده، يعني لو هوصل الاثنين ببعض كده من غير سويتش خلاص انا ما عنديش اي احتمال ان اوصل اي حد تاني مع بعض. تمام؟ طيب عشان اقدر اوصل الاربعه دول مع بعض فانا محتاج المشترك بتاعي. فالمشترك بتاعي دلوقتي في الحاله دي هو مين؟ هو السويتش. طيب طالما انا جبت سويتش ووصلت الاجهزه دي ووصلتهم بالسيرفر، دي بقت اسمها لان. تمام كده؟ لان مفيش اي راوتر، مفيش اي اتصال براوتر، مفيش حد بيطلع الداتا بره ولا حد بياخد داتا من بره. طيب نفس الفكره، وانا عندي مثلا اللان اهي، لان لسه موصلها من شويه، نعتبر ان هي ديت لسه موصلها من شويه، وعندي مثلا لان برضو موجوده في مكان تاني، وانا مضطر اوصلهم ببعض، فعشان اقدر اوصلهم ببعض يبقى انت كده خليت الايه، المسمى بتاعك بدل ما هو لان بقى اسمه ايه، بقى اسمه وان. تمام كده يا جماعه؟ يبقى انا كده الجزء ده على بعضه بقى اسمه ايه، بقى اسمه وان. طيب فاللان ديت اللي هو لوكال اريا نتورك، لوكال اريا نتورك يعني في مكان المحل بتاعك او المكان اللي انت واقف فيه، والدبليو اي ان اللي هو الايه، الوايد اريا نتورك يعني على نطاق اوسع شويه. طيب نرجع بقى الموضوع ده يدخلنا في مفهوم بقى، لو انت وصلت اكتر من وانز ببعض، يعني انت مثلا عندك الشركه بتاعه القاهره والشركه بتاعه الاسكندريه انت موصلهم ببعض، فدي بالنسبه لنا وان. طيب لو انت وصلت بقى الشركه بتاعه الاسكندريه بالشركه بتاعه القاهره بشركه موجوده في دوله تانية، بنفس الشركه دي بس موجوده في دوله تانية، يعني لها برانش مثلا موجود في امريكا، ولها برانش موجود في طوكيو مثلا، ولها برانش موجود في فرنسا، فانت لو وصلت الشركات دي ببعض فكده انت عملت حاجه اسمها انترنت. كده بقى ما بقاش اسمها وان، ده بقى اسمها ايه؟ بقى اسمها انترنت. يبقى انت كده كبرت الشبكه بتاعتك فبقت اسمها انترنت، زي الشكل اللي احنا شايفينه ده كده. عندنا مثلا اللي هو الهوسبيتال دي، ديت عندها لان خاصه بيها، وعندنا مثلا الهوم لان دي والهوم لان دي، وعندنا المدرسه، وعندنا مثلا بيزنس لان، وعندنا برضو اللي هو المنزل ده، وعندنا مثلا حاجه خاصه بالحكومه دي. طيب دلوقتي بقى في حاجه اسمها التحول الرقمي، فالبلد دلوقتي بتتجه الى ان كل حاجه تشتغل اونلاين. يعني مثلا دلوقتي حصل انا معايا موقف مثلا، يعني لما رحت مثلا عشان اعمل حاجه خاصه بالتموين، فقال لي انت لازم يكون معاك رقم تليفون. طيب هو رقم التليفون ده انت محتاجه في ايه؟ لما هو بيدخل عنده رقم التليفون يبقى كده بيتصل، كده عمل اتصال بالشركه بتاعت الاورنج مثلا، او الشركه بتاعت فلوفون اللي انت الرقم اللي انت متصل بيه، عشان يتاكد ان الرقم ده بتاعك. يعني انت بتقول له ان الرقم ده بتاعي، فهو عشان يتاكد ان الرقم ده بتاعك بيدخل على الشركه بتاعت اورنج على الداتابيس بتاعتها، ويعرف الرقم ده هل هو بتاعك فعلا ولا لا. لو الرقم ده مش بتاعك هيقول لك لا انا مش هعمل لك حاجه، لكن لو الرقم ده بتاعك هياخد منك الورق وايه، وهيشتغل معاك ويظبط لك الدنيا. فدلوقتي الدنيا كلها بدات متجهه انها تتعامل مع بعضها. يعني امتى مثلا السكول لان اللي هي الشبكه بتاعت المدرسه تتعامل مع المنزل؟ لو مثلا الاب عاوز يعرف عن معلومات عن ابنه، فطبعا لازم يكون في وصله متوصله بايه، من المنزل ايه للسكول نفسها. طيب نفس الكلام لو انت عندك من المنزل ناس مثلا عندهم والدهم مثلا في مستشفى ولا حاجه، وعاوز يتواصل مع المستشفى، هو برضه يقدر يتواصل مع المستشفى من خلال ايه، من خلال الشبكات الموجوده في النص دي. فطالما انت وصلت الدنيا دي كلها ببعضها كده ماشي، ممكن يكون المنزل انت موجود بقى، انت موجود دلوقتي مثلا في مصر، وده الهوسبيتال مثلا، الهوسبيتال دي موجوده في المانيا مثلا، ممكن يكون السكول ده موجود في جده، وانت موجود مثلا في الرياض، موجود مثلا في اسكندريه، وانت موجود في مصر. فلو وصلت الدنيا دي كلها ببعضها كده فبقى ده كله على بعضه اسمه ايه؟
اسمه انترنت. بدأ كل الدنيا تتعامل مع بعضها، الحكومة بدأت برضه تتعامل مع الايه المنازل. يعني انت دلوقتي تقدر تخش على موقع خاص بالرخصة بتاعة السيارة، ورخصة وحاجات خاصة بالتموين، وحاجات خاصة بالبطاقة، وحاجات كتير. يعني كل حاجة دلوقتي بقت موجودة دلوقتي ايه اونلاين. طيب في شوية مؤسسات كده مسؤولة عن انها تظبط لك الاي بيهات، وتظبط لك الكونكتيفيتي بتاعتك مع النتورك، يعني اللي هي شوية الحاجات دي لسه هنتكلم عنهم ايه ان شاء الله في الاي بي ادريسنج. طيب برضو في انواع من النتورك اللي هي في حاجة اسمها الانترنت، وحاجة اسمها الاكسترانت، وحاجة اسمها الانترنت. لازم نفرق ما بين برضو ايه ما بين الثلاثة دول. الانترنت يعني انت عندك الشركة كلها متصلة ببعضها، فده بنسميه حاجة اسمها الانترنت. الشركة اللي انت بتشتغل فيها مثلا هي ايه كونكتد ببعضها البعض، مش متصلة مع حد بره خالص، فده بنسميه ايه انترنت. طيب امتى نسمي الشركة ديت اكسترنت؟ لما الانترنت دي تدي صلاحية للكاستمرز من بره، او العملاء بتاعها، او الموظفين بتوعها، ان هم يدخلوا من البيوت بتاعتهم. يعني مش اي حد مسموح له ان هو يخش على الموقع، لا، ده اللي مسموح له اللي انا هدي له اليوزر نيم والباسورد بتاعه. ماشي؟ ساعات كده بتلاحظ ان في مواقع معينه اللي هي اللي تديك اليوزر نيم والباسورد عشان تبدا تخش، مش مسموح لك انك تكريت اكونت وتبدا تخش، لا. زي مثلا دلوقتي مثلا البنوك مثلا، يعني المديرين بتاع البنوك لو هم عاوزين يدخلوا من المنزل بتاعهم، طبعا مفيش اي حد مسموح له ان هو يدخل على البنك او الويب سايت بتاع البنك ده الا لما يكون معاه يوزر نيم وباسورد. حتى العملاء بتاع البنوك، يعني انت لو معاك بطاقه دلوقتي بتاعت بنك اهلي او بنك مصر، انت مش مسموح لك انك تكريت اكاونت، انت بيتبعت لك يوزر نيم وباسورد تبدا تخش بيه، عشان مش اي حد هيعمل ساين ان او حد هيعمل ساين اب هيبدا يدخل على الموقع. تمام؟ ففي الحاله دي بنسموها ايه؟ بنسموها اكسترانت. تمام كده؟ طيب لو الدنيا فتحت بقى، اي حد بقى اي حد يقدر يخش على الموقع ويبدا يشوف كونتنت للموقع ده، فده بقى ايه بقى دلوقتي اسمه ايه؟ اسمه انترنت، وده اللي هو المشهور قوي دلوقتي. تمام. طيب مثال تاني على مثلا الانترنت، الانترنت اللي هو الجيش بتاعنا دلوقتي، جيش مصر. لو انت رحت الجيش مثلا هتلاقي ان في ويب سايتس موجوده داخل الوحده اللي انت شغال فيها، وخارج بعد ما تطلع من الوحده وتروح مش هتعرف تخش على الموقع ده، هو لا تعرف تشوفه اصلا، عشان ده شغال على شبكه داخليه للايه للوحده بتاعتك. تمام كده؟ طيب لو في ضابط او في حد مسؤول للمسؤول عن الوحده دي، لو هو معاه يوزر نيم باسورد يقدر يدخل على الموقع ده، فهو يقدر يدخل ايه من بره لوحده، محدش هيقدر يدخل، اي ما فيش اي حد هيقدر يدخل على الموقع ده، فخلاص هو ده بيسميه ايه بيسميه اكسترنت. طيب لو اي حد بقى ايه فتحت بقى، اي حد يقدر يخش على الموقع بقى ايه بقى اسمه انترنت، بقى موقع عادي زي الفيسبوك كده. تمام كده؟ لحد هنا كده في اي سؤال؟ في اي سؤال يا جماعه؟ تمام طيب تمام يا باشمهندس. دلوقتي هنتكلم عن الانترنت كونكشنز. طبعا عشان تقدر توصل بقى الشبكات بتاعتك دي ببعضها ببعض، فانت لازم يكون عندك حد مسؤول ان هو يبدا يوصلك الموضوع ده. طيب هو مين المسؤول عن الموضوع ده؟ حاجه اسمها الانترنت سيرفيس بروفايدر، اللي هو الاي اس بي. الاي اس بي ده اللي هو دلوقتي اسمه ايه، اللي هو شركه وي اللي احنا مثلا بايه بنكونكت عليها عشان تطلعنا على الانترنت. طيب هو انت ازاي هتكونكت على شركه وي دي عشان تطلعك على الانترنت؟ ما هي الشركه دي الوحيده دلوقتي، مش الوحيده يعني، فيها فودافون وفي اورنج وفي، بس هي اشهر واحده دلوقتي تطلعك على الانترنت. طيب انت كيوزر هتتعامل ازاي مع الشركه عشان تقدر توصل للانترنت ده؟ طبعا لو انت عندك الخط التليفون بتاعك، فانت ممكن توصل بالايه بالدي اس ال او بالاي دي اس ال اللي موجوده عندك، اللي هو معظم الناس موصله بيه دلوقتي. طيب الحل الثاني انك توصل من الهوم على الشركه مباشره بكابل. ماشي؟ بس طبعا ده حاجه تبقى حاجه غاليه جدا، باشتراك شهري غالي جدا جدا جدا. تمام؟ طيب او ممكن الشركه توصلك زي شركه مثلا فودافون او شركه اورنج، يعني هي توصلك بالانترنت من خلال الايه؟ من خلال الخط بتاعك اللي موجود في التليفون بتاعك او موجود على التابلت. ماشي؟ فبتوصلك من خلال الايه الوايرلس، من خلال بقى الايه الابراج بتاعتها الموجوده في الاماكن المختلفه يعني. او لو انت عندك مثلا سمول اوفيس ومفيش اي وسيله من دي تقدر توصل بيها الا القمر الصناعي، فانت ممكن تتصل بالقمر الصناعي وتاخد برضه ايه وتاخد انترنت من الشركه، والشركه هي اللي تطلعك على الانترنت. ماشي كده يا جماعه؟
فاضل بس دقيقة. طيب هناخد، ممكن ناخد بريك ونكمل، يعني ممكن ناخد بريك كده 5 دقايق بالظبط، نكمل الساعة 10 إلا ربع بالظبط. تمام كده؟ تمام. ماشي، يلا سلام عليكم.